الدروس الخصوصيه الاول. تمام. طيب الدروس الخصوصيه، بص هيك احنا عاملين حلول للدروس الخصوصيه لازم كلها حلول فنيه، واحنا بنشتغل على حلول فنيه في هذا الامر، وان شاء الله هيك في الفتره اللي جايه كل بيت في مصر هيحس ان هذا الامر اصبح غير ضروري بالنسبه له فيما يتم من تعليم داخل المدرسه. هيبقى تعليم ان شاء الله افضل من اي مكان ممكن هو يعني يروح بره المدرسه عشان يتلقاه فيه. فان شاء الله ده بالممارسه هتلاقي هيك في فرق وفي اختلاف، وكل اسره في مصر هتحس بده ان شاء الله. بص هيك تمام، بص هيك ضمان استمرار الرؤيه. الرؤيه احنا استراتيجيه الدوله واحده، احنا مكملين على الاستراتيجيه اللي موجوده واحنا مكملين في هذا الاتجاه، معنى ان احنا بنحل بعض التحديات، احنا هي التحديات بتحل على الاستراتيجيه اللي موجوده للدوله، احنا ما بنغيرش حاجه، الاستراتيجيه واحده واحنا بنكمل، واللي هيجي بعدين هيكمل ان شاء الله. احنا بنشتغل على حقيقة برضو جزء ان احنا النصاب، المدرسين المعلمين اللي بيشتغلوا في النصاب اليوم، انت معلم ليه نصاب في الاسبوع، ليه حصص في الاسبوع، اللي هياخد فوق النصاب بتاعه ان شاء الله اللي موجودين من معلم التربيه والتعليم، بنشتغل على حاجه ان شاء الله ان احنا يبقى ليها مقابل ان شاء الله. اتفضل. مروه البشير، جريده الاهرام. بعد سحب نتيجه الثانويه العامه من المواقع واعاده ترتيب الاوائل وتعديل الدرجات، هل ستتعامل الوزارة بنفس الشفافية مع الرأي العام وتعلن نتيجة التحقيق مع المتسببين عن هذا؟ طبعا يا فندم، ما عندناش حاجة. بص هيك مش ممكن هيبقى طالب ليه حق في حاجة، مش ممكن، مش هيحصل، نطالب ليه حق في حاجة واحنا مش هندهوله، وأي مخطئ هيتحاسب على الخطأ اللي هو عمله.